أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: الحكومة توافق على مستجدات مشروع مرسوم الحل المدني. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. وافق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 22204 الخاص بتنفيذ القانون رقم 3621 المتعلق بالحالة المدنية الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت. أوضح مصطفى بيتاس وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس أن المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 3621 المتعلق بالحالة المدنية. يهدف المشروع إلى تعيين السلطة المركزية المسؤولة عن السجل الوطني للحالة المدنية وتوضيح دورها ومهامها، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والمساطر والكيفية المتعلقة بتسجيل الأحداث المدنية وتحديد كيفية تطبيق التدبير الإلكتروني لتسجيل وتحديث وحفظ وتحميل السجلات المدنية وفهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات المتعلقة بإنشاء نظام رقمي وطني متكامل لتسجيل وتحديث وحفظ الحالة المدنية للأفراد، يكون متاحا لجميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين. ويهدف النظام الجديد إلى تيسير إجراءات التصريح الأولي بالحالة المدنية وتحديث سجلاتها باستخدام التقنيات الحديثة. يشمل النظام أيضا التوقيع الإلكتروني للرسوم والمستندات المتعلقة بالحالة المدنية.